دوري خلص. هتسيبيني لمين؟ جبت لك الغالي. جبت لي الغالي. جبت لك الغالي. انا ما بحبش اشوفه اساسا، احب اتفرج عليك كده وشكرا. لكن ده ناس كتير عايزه تعرف مين هو. هتطلعيه امتى للناس؟ قولي بقى. قول يا هو ما بيطلعش يا اسد. قول بيحبوني ولا ما بيحبونيش؟ لا الناس ما بتحبكش، اكذب عليك؟ احنا في رمضان هنكذب. ما بتحبنيش؟ بس يجعل كلامنا خفيف عليك النهارده. بوستاتك ما بتعيش ليه؟ بوستاتك ما بتعيش ليه؟ ليه هي بتتشل؟ يعني بعد ما بكتب البوست بيجي لي هاتف كده في المنام يقول لي يا خير البوست ده هيعمل دوشة يعني او كده، او يعني ممكن ما مش لطيف. هاتف يعني هاتف في المنام ولا هاتف بجد؟ هاتف في المنام طبعا في المنام. لو بجد وانت عارفة قولي. لا فأنا انا معرفش حاجة. وانا دايما انا لما معرفش حاجة يا سعادة البيت. وانا يا باشا لما يجي لي هاتف في المنام انا بصدقه. فبروح يعني عامل هيدن اخفاء للبوست، رغم ان انا بقعد اناقش الهاتف ده واقول له ليه ده بوست كويس كذا بتاع، لكن بيقول لي لا. يعني أكيد ده ممكن اكيد الهاتف عنده يعني وجهه نظر، رؤيه بقى وجهه نظر ورؤيه. بس مشكلته ما بيكلمك بقى وياخد ويمشي. بس المشكله ما بيقوليش الرؤيه، بيقول لي يا ريت البوست ده يتشال ويختفي، فما بعرفش ادير الحوار فبخفي البوست يعني.